الزواج كي سميتو زواج مزيان سيليباتير زواج مزيان نقولها لكم خاوتي زواج مزيان كنتي عايش غير بوحدك دابا معاك الزوجه ديالك واش ما لقيتيش شي عراقه بالنسبه لا بالعكس بالعكس هذيك نقولها لكم من هنا الناس اللي غادي يتزوجوا نقول لكم من هنا دوك ست شهور الاولى حتى العام الاول كتكون شويه حيت كتكون عاد كتكون زوينه ولا لا كتكون صعيبه شي شويه خاص انت كتفهم مع المدام ديالك حكا تبداو تضبطوا على بعضياتكم كل واحد كيولف الاخر صافي كل واحد كيفهم الاخر كيفاش كيفكر صافي كتبقاو غادي بالسيستم صافي تما كديكولي ما نقول لكم الزواج مزيان على حسابي علاش ما شفناش في القنوات الفضائيات القنوات زعما المغربيه دفعنا دي بيلوت القنوات المغربيه وما تقبلوش ما عرفتش علاش دفعوا سيت كوم دفع سميتو واحد دي كابسول دفعوا سميتو شي جوج دو زوتر كونسيبت دفعوا حتى هما رجعوا للزواج هما رجعوا للزواج نصح الشباب زعما يكملوا وي وي بطبيعه الحال نقول لكم من هنا الزواج سيليباتير الزواج شي حاجه مزيانه على حسابي او تفكروني نهار الزواج تفكروني والله لا لا بصح اللي كيخلع في الزواج هو ديك المسؤوليه ولا البديه لا لا المسؤوليه انت تبغيش تونجاجا انا خاص تولي تدخل في الوقت تولي خاصك دير صحابك سميتو تولي تخرج مع صحابك خاص ضروري كتخاف من هذيك المسؤوليه مي فاش صافي فاش كتلاح صافي تبدا لا الرابور لا كنحط الرابور وي من بعد صافي داكشي كيبدا يدير تنقص صافي كتبدا تقلل من الصحاب تبدا تقلل من الخروج كتبدا سميتو صافي تولي وقتك للدار ديالك العائله ديالك المدام ديالك بالنسبه للكونسيبت غنشوف شي كونسيبت جديد وي وي والله الا لقيت انا كنفكر في هذه المساله الصراحه بغيت نخرج من هذيك القوقعه ديال البلاك مصيبه ويوتيوب وسميتو نديرو شي حاجه مثلا كور ميتراج نديرو شي سلسله فكاهيه سميتو انا كنفكر في هذه المساله قريبا ان شاء الله انا نشوف بالنسبه للبلاك ما اثرتش على الكورونا اشنو درت واحد الحلقه وعاود فيها شفتيها ولا ما شفتيهاش درت واحد الحلقه عاودت فيها التجربه ديالي كورونا كيفاش تدوزتها لا صعيبه واحد 3 ايام ديال الكورونا داكشي في شكل والله حسيتي بها وي بزاف كان انا صراحه نقولها لك بصراحه كنت حاقره ولا كنت حاقره الكورونا كنا صحابها كدوز بحال الرواح سميتو الناس ما كيتيقوش والله انا نقولها لك راه قلتها حتى في الحلقه انا كورونا كنت حاقره صافاش دازت يعني سخسيخه ديال بصح يعني واحد 3 ايام صعيبه بزاف حتى يعني واحد الشقيقه والدماغ ديالك والراس ديالك تيضرب فيها التخربيق ما تعرفش كاع ودكديكه بحال واكل عرفتي ديك الكتله ديال العصير اللي كتاكل في سميتو عقلتي في الصيف بالضبط اش كدير صداع في الصيف كتنوض الوالده كتصلخك بحال هكا كتحس راسك عظام كلهم واكلينك كلشي واكل تبقى منشور الحمد لله بعدا هذا السبب باش انا نقول لكم تزوجوا الحمد لله كانت المدام معايا عاوناتني كتجيب لي شويه الماكله كتجيب لي الدواء كتقابلني الحمد لله واحد 3 ايام بعدا قابلتني مزيان وكنحييها من هذا المنبر تبارك الله عليكم كنحييكم بزاف وشكرا بزاف على التشجيعات ديالكم شكرا على الرسائل ديالكم وتبارك الله عليكم كنموت عليكم اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة